المرأة العمانية كانت ولا تزال على قدر الثقة التي حظيت بها من لدن حكومتها ونالت بها أعلى المستويات في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مترجمة بذلك الاهتمام السامي بها والذي جعلها تتصدر المشهد المحلي بوجود بصمتها في مختلف مجالات الحياة. ومنذ بداية النهضة المباركة والتي أرسى قواعدها جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، والمرأة العمانية ترفل في ثوب التمكين والتقدم، الأمر الذي أكد عليه أيضا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في خطابه السامي. إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها. وبسبب هذه القناعة الراسخة بأهمية دور المرأة، فقد هيأت لها الحكومة كل السبل التي يمكن من خلالها أن تشارك في العملية التنموية في بلادها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تسليحها بالعلم والدفع بتعليمها في جميع التخصصات والمستويات، بداية من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى أعلى المراحل الجامعية وما بعدها، إيمانا بأن التعليم هو مسلك الدول واللبنة الأولى في بناء حضاراتها ومجتمعاتها، والذي من خلاله تتحقق قفزات المجتمعات بكافة جوانبها. لذلك توالى إنشاء المدارس للإناث موازيا لمدارس الذكور من دون تمييز، لتصبح النسبة العامة لتعليم الإناث في ازدياد خلال السنوات الأخيرة. حكومتنا الرشيدة ومنذ بزوغ عصر النهضة سعت إلى تمكين المرأة منذ السبعينات، ونتذكر هذا يعني قد لا نتذكره نحن شخصيا، ولكن يعني من حكايات الأمهات ومن هم حوالينا أنهم كانوا يعني ينادوهم أن تعالي نريدك لنؤهلك لنعطيك مناصب، فكانوا يعني الموضوع يصل إلى حد محاولة الإقناع بشتى الطرق أن تعالي، لم يكن يمنعها شيء. وللمرأة العمانية دور جلي في غرس المواطنة الصالحة في نفوس الأجيال من خلال دورها التربوي بالمدرسة، فهي القدوة لهم في تعزيز حب العلم وطلبه لتحقيق ذواتهم وخدمة وطنهم. لم يحدث أبدا أن توقفت المرأة ولم يتم اختيارها للحصول على وظيفة معينة لمجرد كونها امرأة، أو تم اختيار رجل لمجرد كونه رجل. سأكون مجحفة إن قلت هذا حدث في يوم من الأيام. وللحركة الكشفية والإرشادية الدور الريادي والفعال في ملامسة احتياجات الشباب وخدمة المجتمع وترسيخ مبادئ الولاء والطاعة في نفوس الشباب الذين هم عماد الوطن وأداته للحفاظ على إنجازاته ومكتسباته. مرشدات السلطنة ولله الحمد حظت بالكثير من الفرص وتبوأت الكثير من المناصب. كانت رئاسة الإقليم العربي للمرشدات من عمانية السلطنة دائما ما تقوم بإقامة المؤتمرات وورش العمل
ليست على المستوى المحلي والإقليمي فقط، ولكن يعني أثبتت نجاحها على المستوى الدولي. وحيث أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بمختلف مستويات التعليم، كان للمرأة العمانية نصيب في التعليم العالي بمراحله ومجالاته المتعددة. وهنا نذكر على سبيل المثال للحصر جامعة السلطان قابوس، هذا الصرح العلمي الذي أخذ على عاتقه إعداد أجيال من الشباب المتعلم والمتدرب على مستويات عليا، حتى يرفد الدولة بكفاءات ماهرة قادرة على التعامل مع المتغيرات الدولية والاستفادة من معطيات ومستجدات التكنولوجيا الحديثة، ولإعداد جيل من الأكاديميين والباحثين والخريجين من ذوي المستويات التعليمية العليا، وسد احتياجات السلطنة من الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات. بناء جامعة السلطان قابوس طيب الله ثراه دليلا على أهمية المستوى الأكاديمي في سلطنة عمان، وبالأخص حظية الطالبات وحظية المرأة العمانية بشكل عام بمستوى تعليمي ممتاز جدا في سلطنة عمان. كذلك اهتمام جامعة السلطان قابوس بالأنشطة الطلابية في إبراز مواهب الطالبات كان لها دور كبير جدا. ووسط ما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات في مختلف القطاعات، جاء تخصيص 17 من أكتوبر من كل عام كيوم للمرأة العمانية احتفاء بما حققته وما زالت تحققه من تقدم وتطور، وتشجيعها على المزيد من المشاركة في كل ما يرقى بالمجتمع. تخصيص يوم 17 من أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية يبرز منجزاتها خلال عام مضى، ويلقي الضوء على إسهاماتها في خدمة مجتمعها. فالمرأة في كل مجال قادرة على عمل الكثير من الخدمات لمجتمعها ورفعة شأنه، فحق لها التعزيز والتمكين من قبله.